اكتشفنا دي اول حاجه التغذيه السليمه لهشاشه العظام، واهم الغذاء اللي فيه فيتامين سي اللي فيه كالسيوم، ومنه والمفروض ان احنا نتعرض للشمس كل يوم ربع ساعه على الاقل، و20% بس من جسمنا اللي يتعرض للشمس. تمام دكتور، سمعت ان هو بيقول ان هو فيه هيكمل الندوات، هل انت استفدتي من دوري الندوات معاه ثاني عادي؟ طبعا احنا اصلا يعني دي فرصه عشان نعرف نكرر. طيب في دكتور يعني بيفرغ وقته ومجهوده وهو ذوق بصراحه يعني، وسالنا كم سؤال كده استفدنا منه، فدي فرصه بالنسبه لنا مش هنلاقيها عند اي حد. مش كل الدكاتره بيبقوا مفرغين اوقاتهم وعايزين يعلموا اللي حواليهم او يفيدوا، مش كل هدفه الفلوس بس او ثمن الكشف بس، دي اهم حاجه. شكرا. املاها منين يا جماعه؟ هو انتوا جايين صابت الرساله عايزاها في يوم لخديجه عشان اطلع من هنا خلاص كده تكون واضحه لغايه دلوقتي. انا عايز اقول حاجه في اي استفسار تاني شويه. طيب يلا ولد عشان صاحبتك ما تجيبوش كل واحده اسئله معاكم ده يلا عشان عامله فاضي. طيب الكالسيوم مهم جدا، ايه افضل الاكل اللي فيه كالسيوم؟
تمام.
ده هيبقى ان شاء الله يوم 4/17/7 من الساعه 12:30 ل 2:30. احنا كان نفسنا نجيب الجهاز النهارده، لكن زي ما شايفين المكان اللي احنا قاعدين فيه ضيق شويه او ضيق كتير، فما كانش ينفع ان احنا يبقى موجود معانا النهارده. احنا هيبقى موجود ان شاء الله في الميعاد القياس بالمكان، البطاقه اللي احنا هنحصل عليها لموضوع الاشياء ده حتى بالمكان، القياس شهريا بالمكان، حتى كتابه العلاج للموضوع ده بالمكان. هيبقى يوم ان شاء الله الاربع اللي جاي هيبقى 17/7 من 12:30 ل 2:30. هيبقى في العياده مكانها معروف في برج الاطباء، لو تعرفوا المحكمه جنب المحكمه في مدرسه الحريه اللي هي كانت زمان تجاريه بقت صندوقيه دلوقتي امامها على طول. العنوان موجود، هسيبه هنا في المجلس مع الدكتوره ناديه ومع اعضاء المجلس هيكون موجود. ويا ريت بس تكون مسجل اسمه باسم ورقم التليفون، هنبعت له رسائل فيها العنوان فيها كل التفاصيل وتاكيد الحجز وكل حاجه. اتفضلي يا فندم. بالنسبه للاطفال اللي هي ضوافرها ما بتطلعش خالص، ده له علاقه الاطفال اللي ضوافرها ما بتطلعش خالص. تمام، هو ده عامه ده نقص تغذيه ليه انواع كتير جدا، بنصحك ان انت لازم تعملي كل دم كامله، لازم تعملي سيرم كالسيوم توتال وايونايز، لازم تشوفي الاختبارات دي. اذا في اي انيميا اذا في اي حاجه من الكلام ده كله تعملي تواصل مع تمام، هو لازم نعمل التحليل دي معاهم، الطلاق برضه او تحليل براق، ده مهم جدا. لا مهم جدا، لا كويس جدا وتعرضي للشمس كل ياسر متواجد.